لكن كان في لاعب مهم جدا في الاهلي فضل عمرو اديب مهتم جدا يسال هو مصاب ولا لا؟ نشوف. معايا الاستاذ حازم الحديدي مدير اعمال محمد الشناوي وكهربا ووليد سليمان وصالح جمعه وعمرو السوليه، ونعرف ايه حقيقه انه في ناس فيهم عندها كورونا او ما عندهمش، جاهزين لمباراه يوم الجمعه ولا لا؟ عشان نفسي ان شاء الله يكونوا جاهزين. اهلا استاذ حازم، ازي حضرتك؟ شكرا. سلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا مبسوط طبعا ان هو نفسك ان هم يكونوا جاهزين يوم جداً. الجمعه، بس ده من قلبك؟ من قلبي وبكل صدق، خصوصا الشناوي، خصوصا لا وليد. عمر، لا لا كده يبقى تمام. طيب. لا الشناوي كويس. تمام، الشناوي كويس؟ متاكدين؟ اعملوا له مسحه ثانيه. لا لا لا، ان شاء الله يعمل مسحه ثانيه وثالثه وهيبقى كويس يوم الجمعه، ما تقلقش. فانت متاكد انه الشناوي ما عندوش اي مشاكل في الكورونا؟ لا الشناوي سليم. انا عايزك تطمن جدا على الشناوي. يعني الشناوي عايزك تطمن عليه. هو كان ناقص بس حازم يقول له عيني في عينك كده. انا عايزك تطمن قوي. يا نهار ابيض، هو كويس. انا عايزك تطمن جدا على الشناوي.